ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل طاجن لحمه بالبصل. طريقته سهله قوي ومقاديره بسيطه وشكله في الاخر يجنن وطعمه حلو قوي. يا ريت بقى لو لسه ما اشتركتوش في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس وحطوا لايك لو الفيديو عجبكم. يلا هنقول بسم الله ونبتدي بالمقادير. عندنا كيلو لحمه النوع اللي انت عايزاه، وعندنا 3 طماطمات مقطعاهم شرايح، وخمس بصلات كبار مقطعاهم شرايح، وشطة وفلفل، وثلاث فصوص ثوم، ومعلقتين صلصة كبار، والبهارات بتاعتنا بابريكا وفلفل أسمر وجنزبيل وكمون وسنة قرفة وكزبرة، وهنحتاج كمان مكعب ماجي وورق لورا وبهارات لحمة. المقادير بتاعتنا بسيطة جدا. هنجيب بقى الحاجة اللي هنسوي فيها على النار ونسخنها كويس قوي، ونحط فيها معلقتين زيت ومكعبين زبدة، وننزل بقى باللحمة بتاعتنا عشان تاخد صدمة والمسام بتاعتها تتقفل. وننزل بقى باللحمة كلها، وهنا معايا دهن قلت هحطه برضو عشان يخلي الاكل طعمه حلو. هشوح بقى اللحمه كويس جدا عشان تاخد لون حلو. بعد ما شوحتها بقى كويس جدا هحط عليها رشة سكر عشان اللحمة تستوي بسهولة وما تاخدش وقت في السوى. اقلبها بقى كويس. بعد ما قلبتها كويس بقى هنزل عليها بالبهارات. هشوح اللحمة بقى كويس قوي مع البهارات. اول بقى منشم ريحة البهارات الحلوة دي، هننزل بالبصل وهشوح برضو اللحمة مع البصل. البصل انا مقطعه جوليان، انت لو عايزة تقطعيه مكعبات مفيش مشكلة، يعني التقطيع اللي انت عايزاه اعمليه. هقلب لغاية ما البصل يدبل معايا. هنزل بقى بمكعب الماجي وبهارات اللحمة وورق اللورا، هقلبهم بقى كويس. هنزل بقى بالثوم ومعلقتين الصلصة. هقلبهم كويس وانزل بالشطة والفلفل. الكمية اللي انت عايزة تحطيها حطيها، يعني لو عايزة تزودي الشطة والفلفل زودي. هقلبهم بقى كويس. وانزل بالطماطم. هقلب بقى كل المكونات مع بعضها. الطماطم طبعا نزلت ميتها
هجيب بقى كوبايه ميه وانزلها عشان اللحمه تستوي كويس. هقلبهم بقى تقليبه واغطي عليهم عشان يستوي. بعد ما سبتهم نص ساعة على نار هادية، طبعا استوى 3/4 سوا، هغرفهم بقى في بايركس او في اي صينية واقطع عليهم مكعبات كوسة وبطاطس وهم نايين كده، واغطيهم بورق فويل وادخلهم الفرن لمدة ربع ساعة على درجة حرارة 180. هيكون الخضار استوى معانا كويس قوي. طبعا اللحمة مستوية 3/4 سوا، وهتكمل الربع الأخير في الفرن. ده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. ايه رأيكم بقى؟ ياريت بقى لو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس.